بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس 107. وأنه من عمل صلى الله عليه وسلم. ثانيا، جواز قرض الحيوان. ليس القرض مقصورا على النقود ولا على البر والشعير والتمر والموزونات والمكيلات، بل يجوز في الحيوانات وفي العبيد وفي يجوز. ثالثا، في الحديث أن الواجب رد مثل القرض، لأن أبا رافع أراد أن وأبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد بكرا، فدل على أن الواجب في القرض رد المثل، هذا هو الواجب من غير نقص ومن غير زيادة، المثل هذا هو الواجب. رابعا، في الحديث أنه تجوز الزيادة في الوفاء، تجوز الزيادة في الوفاء إذا كانت من باب التبرع، إذا كانت من باب التبرع من المقترض، وهذا من حسن القضاء، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. أما إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض فهذا ربا حرام، كما يأتي في الحديث الذي بعد، قال ما أقرضك إلا بشرط أنك ترد علي أحسن وأكثر من ما أقرضك، فهذا هو القرض الربوي الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه. فالحاصل أن الزيادة في القرض إن كانت تبرعا من المقترض بدون شرط فلا بأس بذلك، بل هذا مرغب فيه لأنه من حسن القضاء. وإن كانت الزيادة مشترطة عند العقد من المقرض فإنها حرام، وهي ربا صريح ولا تجوز. ومن هذا القروض البنكية التي تقرض الناس بالزيادة، يقرضون الأفراد ويقرضون الشركات والمؤسسات والمشاريع بالزيادة، هذا ربا صريح والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا دليل على جواز التوكيل، جواز التوكيل في الاستدانة وجواز التوكيل في الوفاء، يعني يجوز الواحد أنه يوكل من يستدين له، يقترض له أو يأخذ له دين سلم أو يشتري له سلعة، يجوز التوكيل في العقود. ويجوز التوكيل في الوفاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في الأمرين، في الاستدانة له وفي التسديد عنه. نعم. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. نعم، هذا الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، ساقه المصنف بعد حديث أبي رافع ليبين أن الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة فهي ربا. أما حديث أبي رافع فهو يدل على أن الزيادة إذا لم تكن مشروطة فهي جائزة، فلا تقول لماذا في تعارض الحديثان، حديث أجاز الزيادة وحديث أجاز منع الزيادة، أنا أقول هذا في وادي وهذا في وادي ولم يتعارض والحمد لله، إلا أن الحديث هذا ضعيف كما سمعت، لكن له شاهد ضعيف آخر، ولا يتقوى الضعيف بالضعيف، لكن هناك شاهد موقوف في البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي الجليل، كان من اليهود، كان من أحبار اليهود
فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الله عليه بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول لصاحبه إذا كنت أن يقول له إنك في بلد الربا فيها فاشل فإذا أقرضت أحدا فأهدى إليك هدية شمل تبن أو غيره فلا تقبل فإنه ربا. هذا الذي قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه لكنه موقوف عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤيد حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا. ويكفي عن هذا الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الزيادة المشروطة في القرض ربا، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فيكون الدليل الإجماع والحمد لله. نعم نعم. باب التفليس والحجر. خلص. نعم. فضيلة الشيخ، موظف صغير أعطاه المدير سيارته. نعم. موظف صغير أعطاه المدير سيارته لإصلاحها، فأصلحها ولم يعطه حق الإصلاح مماطلة، فأمره مرة أخرى وأعطاه مالا لذلك. نعم. فأمره مرة أخرى. أي. وأعطاه مالا لذلك فلم تحتج لإصلاح، فأخذ هذا الموظف هذا المبلغ، فهل يأثم بذلك؟ هذا إذا كان عنده إثبات عليه للحق الذي عليه الأول، أي طالبه، الحمد لله المحاكم مفتوحة، وتلزم المحكمة بدفع الحق الذي عليه، ولا يحتاج أنه يأخذ من المال الذي أعطاه إياه. إذا كان عنده إثبات يرافعه إلى المحكمة، والمحكمة تلزمه بدفع الحق الذي عليه. أما إذا كان ما عنده إثبات وهو متيقن أنه يبيع منه حق، وهذا المال الذي أعطاه الثاني هو بقدر حق، هذه يسمونها مسألة الظهر. إذا عجز الإنسان عن استحصال حقه ووجد مالا للذي ظلمه فإنه يأخذ قدر حق، يأخذه شرعا. قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان لما شكت إليه وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا يسمونه مسألة الظهر. إذا الإنسان ما قدر على أخذ حقه من شخص وظهر بمال له فله أن يأخذ قدر حقه. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو بيان صورة السلم المباح مع ضرب الأمثلة والفرق بينه وبين القرض. سبحان الله، كلامنا كله راح ماله فايدة. السلم المباح انه يعطيه دراهم في المجلس بطعام او بتمر او بزبيب او بزيت او باي شيء من السلع مؤجلة، فاذا حل الاجل يحضر له السلع التي التزم بها، هذا هو. أما القرض تدفع مال الإنسان المحتاج يقضي بحاجته ويرد عليك، هذا القرض. نعم. فضيلة الشيخ، عندي أموال وقف خيري تبرعات في حلقات تحفيظ القرآن، فأنا أحيانا عند الحاجة. نعم. لا أسمعك، لا تقرب من السماعة. نعم. عندي أموال وقف خيري تبرعات في حلقات تحفيظ القرآن. نعم. فأنا أحيانا عند الحاجة أستقرض منها وأرجعها بحسن القضاء وأزيدها، فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز لك، أنت أمين، هذه أمانة عندك، ما يجوز لك تأخذ منها ولا تقترض منها، ما يجوز لك هذا، لأن الأمانة ما يجوز التصرف فيها وأخذ شيء منها، وأنت أمين لا تأخذ لنفسك تقول هذا قرض
يفترض من غيره، يفترض من أصحابه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء الذهب بالنقود المؤجلة أم لا بد من التقابض في الحالة؟ الذهب يجوز بيعه بالنقود لكن بشرط التقابض، إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا بيع الذهب بالنقود الورقية أو الفضة أو المعدنية فإن هذا يجوز الزيادة فيه، لكن لا بد من التقابض في المجلس. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين القرض والدين؟ نعم، ما الفرق بين القرض والدين؟ القرض نوع من الدين، ما بين القرض نوع من الدين. الدين يشمل القرض ويشمل السلم ويشمل ثمن المبيع المؤجل. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المكيل والموزون؟ والله هذه الأسئلة غريبة، ما الفرق بين المكيل والموزون؟ المكيل اللي يكال بالمكيال بالصاع أو بالكيلو، اللي يكال بالمكيال، وأما الموزون فهو الذي يوزن بالميزان، استعمل فيه الميزان، استعمل فيه الثقل، ثقل الشيء. نعم، هل يستعمل فيه الميزان هذا موزون، والذي يستعمل فيه المكيال هذا مكيل، ألا يحتاج سؤال هذا. نعم. فضيلة الشيخ، إذا تلف الرهن من غير تفريط فمن يضمنه؟ على صاحبه، الرهن على صاحبه، إذا تلف فهو عليه، عليه غرمه، وإنما فله نماء. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا قال رجل لرجل اقترض لي ولك جزء من المال؟ هذا قالوا جائز لأنه اقترض له بجاهه، اقترض له بجاهه وأعطاه شيئا في مقابل تعبه المقابل، يقولون هذا جائز. نعم. فضيلة الشيخ، رجل اقترض من رجل مبلغا من المال. نعم. رجل اقترض من رجل مبلغا من المال وعند طلبه السداد قال لا يوجد عندي إلا مال محرم، فهل يجوز أخذ هذا المال؟ لا، المحرم لا يجوز أخذه ولا تموله، هذا حرام، لكن يصبر، يصبر إلى أن يحصل مال حلال ويطلب حقه منه، إلا إن كان هذا الرجل مستهتر وكذاب ويشتكي على السلطة وتستخرج الحق منه. أظن قال هذا الكلام من باب الحيلة، ثم أيضا كونه يجاهر يقول ما عندي إلا مال الحق، هذا مجاهرة بالمعصية والعياذ بالله، هذا مستهتر يدل على أنه محتال وكذاب يشتكي على السلطة يأخذ حقه منه. نعم. فضيلة الشيخ، إذا رد المقترض القرض بزيادة. نعم. إذا رد المقترض القرض بزيادة. نعم. فهل له أن يرجع على المقرض بقيمة هذه الزيادة؟ لا، إذا دفعها وتبرع لها هذا ما يجوز الرجوع فيها، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، أي الإنسان إذا وهب شيء وتبرع به وقبله الموهوب له أو المتبرع له أنه يرجع. قالوا إلا الوالد فيما يهبه لولده، الوالد يجوز له الرجوع، أما غيره هذا حرام. نعم. فضيلة الشيخ، هل يقاس على الحيوان المركوب السيارات أم لا تقاس؟ نعم. هل يقاس على الحيوان المركوب السيارات؟ على الحيوان ليش؟ المركوب. إيه؟ السيارات. لا، السيارات ما تحتاج نفقة، الحيوان يموت لو ما تنفق عليه، لكن السيارة لو ما تحط البنزين مخاض وتأخذ 10 سنين أخاض، ما تحتاج نفقة السيارة، فلا يجوز تركبها. نعم. فضيلة الشيخ، وإنما إذا أذن صاحبها لك ركوبها أخاض، إلا إذا كان الدين قرض، إذا كان الدين الذي به الرهن قرض فلا يجوز لك أنك تنتبع بالرهن، لأن هذا معناه الاحتيال على الزيادة في القرض. نعم. فضيلة الشيخ، هل بيع الرهن
يحتاج إلى حكم الحاكم أم أنه يباع بمجرد حلول الدين؟ إن إصلحه وباعوه وسددوه الحمد لله، وإن حصل نزاع لا بد من الحاكم، لا بد من الحاكم. إصلحه بينهم وباعوه، باعوا صاحبه وسدد، أو باعوا صاحب الدين باعوا وأخذ حقه ورد الباقي، أفعل. إذا قال له بعوه، إذا قال المدين للدائن بع الرهن وخذ حقي، جاز لا بس. وإلا قال الراهن أنا ببيع ملكي هذا وسدده، أفعل. لا بس. أما إذا تنازعوا فلا بد من الحل. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من باع أرضا بثمن مؤجل ثم رهن الأرض حتى تسدد قيمتها ثم يسلمها للمشتري؟ يجوز أن يرهن المبيع على ثمنه، لا بس، أرض أو غيرها. إذا بعت سلعة بثمن مؤجل يجوز أن ترهنها على ثمنها، أرض أو غيرها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تأجيل السلعة وتأجيل الثمن؟ نعم. هل يجوز تأجيل السلعة وتأجيل الثمن؟ تعجيل السلعة بالعين تعجيل؟ نعم. هذا البيع يا أخي، إذا عجلت السلعة وعجل الثمن هذا البيع، هذا البيع بالنسيئة الذي سمعت الحديث فيه. نعم. فضيلة الشيخ، كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم القرض من الصدقة والصدقة ليست من ماله الخاص؟ هو والي عليه الصلاة والسلام، هو والي، والوالي يتصرف للمسلمين، هذا من صلاحياته. نعم، من صلاحيات الوالي. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الرهن دارا، الوالي نائب، الوالي نائب عن المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الرهن دارا فهل يجوز الانتفاع بها بالسكنى؟ ما يجوز إلا إذا أذن صاحبها، وكان يعني بشرطين، الأول أن يأذن صاحبها، والثاني أن لا يكون الدين قرضا، إن كان قرضا لم يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل من السنة الإتيان بهذا الدعاء بعد الإقامة وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة ما إلى آخره؟ هذا ما ثبت، هذا ما ثبت، فلا يقوله الإنسان لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دعا بدعاء مطلق بين الأذان والإقامة فلا بأس، أو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام دعا بدعاء مطلق ما هو معين لا بأس. من يداوم على دعاء خاص بين الأذان والإقامة يرد كل مرة هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ، شخص حصل على مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين من الربا وتاب إلى الله تعالى، فماذا يفعل بهذه الأموال؟ يضعها في مشاريع، يضعها في مشاريع عامة، لأن مثل المال الضائع الذي ليس له مالك توضع في المشاريع العامة للناس، مثل طرق أو حمامات أو حدائق يتفق فيها الناس، توضع في مشاريع عامة، ولا يبنى بها مساجد لأن مال خبيث ما يبنى بها مساجد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم إحضار الماء عند دفن، ما حكم إحضار الماء عند دفن الميت لأجل سقاية الناس عند الدفن؟ لا بس، إذا كان الوقت حار وأحضر ماء بارد يشربه الناس هذا من الإحسان، جزاه الله خير، ما في بأس إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم بيع العملات النقدية بالدراهم الورقية والتي انتشرت في هذه الأيام؟ إيش القصد هذا؟ يعني نقود قديمة آثار يبغاها يشتريها وهي ملغاة، التعامل بها ملغى، نقود قديمة ما يتعامل بها ملغاة ويشريها لأنها من الآثار، هذا من العبث، هذا من العبث ومن إضاعة المال بغير فائدة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الإسلاف إلى أجل غير محدد بالأيام
بل محدد بالموسم. لا ما يجوز إلى قدوم الحجاج، يقولون إذا قال إلى قدوم الحجاج أو إلى مجيء الجراد أو إلى الحصاد أو إلى الجداد، هذا كلها أجال مجهولة ما تصلح. لازم يحدد بالشهر، شهر ذي القعدة، شهر شوال، شهر. نعم. فضيلة الشيخ، من استدان من شخص وتساهل في السداد فهل يدخل في الوعيد الوارد في الحديث؟ لا في شك، إذا تساهل ما أطل بحق الدائن هذا يدخل. مطر الغني ظلم، هذا ظلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم، والظلم حرام. الواجب أنه يسدد عند حلول الأجل، أداء إليه بإحسان، اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم. فضيلة الشيخ، هل السلم مستثنى من الربا؟ ما هو ربا السلم، ما فيه ربا السلم، بيع نوع من البيع، إلا أنه تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، والبيع بالعكس وهو نوع من البيع ولا فيه ربا. نعم. فضيلة الشيخ، هو المشكلة كثير من المتعلمين أو طلبة العلم ما يفرقون بين الربا وغيره، كل شيء يسمونه ربا، هذا ما يصلح. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم سماع المحاورة الشعرية؟ لا يعلم الوقت ولا فيها فائدة، وطرب لا ما فيها فائدة ولا تليق بالمسلم أنه يضيع وقته فيها. نعم. لأنها من اللهو، وتغفل عن ذكر الله عز وجل، ربما يكون فيها سباب أو فيها مدح زايد أو فيها كذب، لا يجوز استماع. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نرد على السفهاء الذين يقولون إن الكفار عندهم حسن معاملة وأمانة في المعاملات؟ لا، إذا عندهم حسن معاملة عندهم أمانة في المعاملات، لكن هذا ما ينفعهم لوجود الكفر، لوجود الكفر بالله عز وجل، فأعمالهم الصالحة ما تنفعهم، حابطة وليس لهم فيها ثواب، فلا نمدحهم بهذا لأن أعمال حابطة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة، لا يجوز مدح الكافر وتعظيم الكافر، وإن كان عنده شيء من الحسنات وما يمدح بها لأنها باطلة وحابطة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز التصرف في العين إن كانت قرضا؟ تصرف في العين إذا كانت قرض، قالوا شأنت مقترضة له إلا صرت ما أنتم تصرفون. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أكل لحم الخيل؟ نعم يجوز، على الصحيح يجوز أكل لحم الخيل، لقول أسماء رضي الله عنها، نحرنا برص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، يجوز أكل لحوم الخيل لأنها من الطيبات. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التفليس والحجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب التفليس والحجر. تفليس مصدر فلس، مصدر فلس، الرجل يفلس تفليسا إذا افتقر، فالإفلاس هو الفقر، سمي إفلاسا لأن صاحبه صار لا يملك إلا الفلوس التي هي أقل النقود، بدل ما كان يملك الدراهم صار لا يملك إلا فلوس،
والمراد بقوله التبليس أي الحكم، الحكم بالإفلاس على الرجل، لأن تبليس تفعيل، أي الحكم بالإفلاس على الرجل، هذا هو التبليس. وأما الحجر بفتح الحاء والجيم فهو المنع، يقال حجر وحجر، ويقولون حجرا محجورا، حجر والحجر المنع، الحجر هو المنع أو الحجر هو المنع. ولذلك سمي العقل حجرا، إن في سمي العقل حجرا، هل في ذلك قسم لذي حجر أي ذي عقل؟ سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه ويعقله عما لا ينبغي. والحجر أيضا أو الحجر الشيء المحرم، فالمحرم يقال له حجر أو محجور، يعني ممنوع، ممنوع منه. والمراد هنا منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله. الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله ولا أحد يعترض عليه، إلا إذا كان هناك سبب للمنع فإنه يمنع من التصرف في ماله. وسبب المنع إما أن يكون عليه ديون للناس وماله قليل، يكون ماله قليل وعليه ديون كثيرة فيطلب الغرماء منعه من التصرف في ماله لئلا يضر به، فيمنع لأجل حظ الغير وهم الغرماء. أو يكون الإنسان قاصرا في عقله أو في سنه، لا يحسن التصرف، قاصر في عقله كالمجنون والسفيه، لا يحسن التصرف في ماله، أو قاصر في سنه كالصغير، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بنفسه. النوع الأول الحجر لحظ الغرماء يسمى الحجر لحظ الغير، وأما الثاني وهو الحجر، حجر الإنسان لئلا يضر بنفسه، هذا يسمى الحجر لأجل النفس. والله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم، سماها أموال مال لأن المال نفعه للجميع، أو لأن أنه يجب علينا أن نحرص على أموالهم كما نحرص على أموالنا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا بالسفهاء. وأما القصار والصغار قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، دل على أن الصغير يحجر عليه ولا يمكن من التصرف في ماله حتى يبلغ رشيدا. هذا الحجر لحظ الإنسان. أما الحجر لحظ الغير فهذا يأتي في الأحاديث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا من محاسن هذه الشريعة أنها تحمي حقوق الناس وتحمي الأموال من الإفساد والتبذير، لأنها قوام حياة الناس فلا يمكن من العبث فيها، يحجر على من يريد العبث في الأموال وتبديد الأموال بغير فائدة. ولذلك حرم الله الإسراف والتبذير، وهذا نوع من الحجر لئلا يفسد الإنسان ماله ويفسد ويغر بنفسه. فالأموال لله عز وجل، جعلها بأيدينا للانتفاع بها في حدود ما أباحه الله، وإلا فهي مال الله كما قال جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم،
فلا يجوز لأحد أن يعبث بها ويقول هذا مالي ولا لا يجوز العبث بالأموال والإسراف والتبذير ولا يجوز أن الإنسان يأخذ أموال الناس ويستدين ويقترض ثم بعد ذلك يماطل بالناس ويجحد حقوقهم ويضيع أموالهم حرام ولا يجوز. نعم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم. هذا الحديث برواياته الصحيحة ورواياته الضعيفة يدل على الحجر على المفلس، والمفلس هو الذي تكون ديونه أكثر من ماله، هذا هو المفلس. من كانت ديونه أكثر من ماله فهذا مفلس. أما العكس هو من كانت أمواله أكثر من ديونه فهذا غني، يسمى بالغني. فإذا أفلس الإنسان يعني أحاطت به الديون وكان ما عنده من المال لا يغطي ما عليه من الديون فهذا هو المفلس. فإذا طلب الغرماء من الحاكم أن يحجر عليه أن يمنعه من تصرف في ماله وجب ذلك، وجب على الحاكم أن يمنعه وأن يعلن إفلاسه، وذلك عن طريق المحكمة، يعلن إفلاس فلان من أجل أن الناس ما يتعاملون معه ويتوقف تعامله مع الناس لأجل أن تبقى أمواله يتوزع على غرمائه. هذا رجل قد أفلس يعني أصابه الإفلاس. من وجد متاعه عند هذا الرجل الذي أفلس بعد الحجر عليه من الحاكم، ويعني صار بايع عليه سيارة، بايع عليه طعام، بايع عليه تمر، بايع عليه أي سلعة من السلع، وهو ما درى أن الحاكم حاجر عليه، أو يوم يبيع عليه وهو غني وإنما أصابه الإفلاس بعد ذلك، يعني باع عليه وما درى عن حاله. أما لو كان داري عن حاله أنه مفلس أو أنه محجورا عليه فهذا لا حق له لأنه هو المفرط. أما من تعامل معه ولا يدري أنه مفلس أو أنه محجور عليه ووجد ما باعه عليه بعينه لم تتغير صفة من أوصاف العين بنقص أو زيادة فإنه يسحبها منه وهو أحق بها من الغرماء، لا تدخل في المحاصة بين الغرماء. وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء. وهذه ما تسمى بمسألة الظهر، إذا ظفر الإنسان بماله عند إنسان
قد أفلس، أو إنسان لا يبالي بحقوق الناس مماطل، فإنه يأخذ حقه، يأخذ حقه ويسحب من عند هذا الرجل، لأن الشارع أذن له بذلك، وأن سلعته لا تدخل بموجودات المفلس فلا يستحقها الغرماء. خذ سيارة، خذ سلعك التي عنده بشرط أن تكون باقية بعينها ما تغيرت، ولا وضع فيها شيء، يعني ما ركب فيها غيار، قطع غيار، أو ما صلح فيها شيء، أو هي ما كان هدابة ما سمنت صارت سمينة، أو حملت صارت حامل، هذه تغيرت ما يحق لك تسحبها. قوله وجده بعينه يعني من غير زيادة ولا نقص، ولم يستعمله المشتري الذي أفلس، لم يستعمله استعمالا أثر فيه بنقص أو زيادة فهو أحق به من الغرماء. إذن فصاحب المتاع يرجع بمتاعه بشروط. الشرط الأول أن تكون العين التي دخلت على المفلس له لم تتغير، هذا واحد. الشرط الثاني أن لا يكون قد قبض من ثمنها شيئا، إذا كان قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يرجع بها، لأنها صارت ملكا للمفلس، لأنه دفع ثمنها أو شيئا من ثمنها، دفع شيئا من ثمنها صارت ملكا له، لا يجوز له أن الشرط الثالث أن لا يكون تعلق بها حق الغير، بعد ما شراها منك رهنها عند واحد تعلق بها حق الغير، وهو يوم يتصرف فيها وهي ملكه، فتعلق بها، فلو سحبتها تضر بالغير، هنا لا يحق لك سحبها. نعم. أعيد الحديث. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. أبو بكر بن عبد الرحمن هذا قاضي المدينة من التابعي. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي قاضي المدينة وهو من التابعي. نعم. وكان ممن رووا عن أبي هريرة. نعم. قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. هذا شرط أن يجده بعينه. الشرط الثاني أن يكون الرجل قد أفلس، إن كان الرجل غنيا ما تأخذ منه، لكن يكون قد أفلس. والشرط الثالث أن لا يكون قبض من ثمنها شيئا، وهناك شروط تأتي. نعم. وفي لفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، هذا شرط ولم يقبض من ثمنه شيئا. نعم. فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. نعم. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وهذا شرط رابع، وهو أن يكون الذي اشترى منك حيا، فإن كان قد مات صارت العين من التركة ولا لك حق سحبها منه، صارت لغيره للورثة ما لك حق تسحبها، إلا على رواية الثانية، رواية أفلس أو مات التي تأتي، وهذه الرواية فيها نظر يعني الموت، بل الذي متأكد وثابت قد أفلس يعني حي، أن يكون حيا، أما رواية أو مات فهذه فيها نظر. نعم. ورواه أبو داود، وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. نعم. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال
أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات وجد رجل أو مات. رواية أو مات يعني تدل على أن حتى ولو مات المفلس فإن صاحب السلعة يسحبها، ولكن رواية الموت فيها نظر. نعم. من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. نعم. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث عمرو بن الشريد الثقفي، الشريد بن سويد الثقفي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم حل عرضه وعقوبته. لي، اللي معناه المماطلة، معناه المماطلة. فلي أي مطل، في حديث آخر مطل الغني ظلم، فرواية مطل تفسر رواية لي أن المراد بها المماطلة. الغني وهو الذي يكون موجوده أكثر من ديونه، هذا غني. الأول مفلس وهو الذي ديونه أكثر من موجوده، هذا مفلس، وهذا سبق لنا. وأما هذا الحديث فهو في الذي يكون ماله أكثر من ديونه، هذا يسمى الواجد، من الوجد، من الوجد وهو الغنى. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من غناء. فالوجد معناه الغنى، والواجد معناه إن ما قل فإن هذا ظلم، ظلم منه لصاحب الحق، والظلم حرام، الواجب عليه المبادرة بالتسديد، لأنه لا عذر له، غني لا عذر له، فيجب عليه التسديد إذا طلب صاحب الحق حقه وقد حل أجله. فإن ما طل فإن هذا ظلم يحل عرضه. الأصل عرض المسلم حرام، لكن الغني الذي يماطل يحل عرضه، يعني شكواه، يحل عرضه يعني شكواه إلى الحاكم، فيقول: فلان مماطل، فلان ظالم، فلان أكل حقي. هذا غيبة، لأنه يتكلم في الغائب بما يكرهه، لكن يباح هذا لأجل التوصل إلى الحق، هذا من باب الشكوى لا من باب الغيبة. وهذه غيبة حلال مستثناة من تحريم الغيبة، ولهذا قال يحل عرضه، يعني عقوبة، يعني لعرضه شكوى. وذكر صفاته الذميمة عند الحاكم من أجل أن ينصفه منه، هذا لا حرج فيه. ولا تتوصل إلى حقك إلا إذا ذكرت هذا عند القاضي أو عند الحاكم، لأن فلان مماطل، فلان يأكل أموال الناس، فلان لا يبالي بالحقوق، ظلمني أكل حقي، تقول هذا لأجل الوصول إلى حق، وهذا حلال لك. وإن كان الأصل في عرض المسلم التحريم، لكن هذا يباح لأجل المصلحة الراجحة. ويحل عقوبته من قبل الحاكم، يحل عرضه من قبل صاحب الحق يعني يشكوه، ويحل عقوبته من قبل الحاكم لأن يؤدبه ويعزره حتى يسدد ما عليه، إما بالحبس والسجن، وإما بالضرب حتى يسدد ما عليه. هذه عقوبة، عقوبة على ذنب، عقوبة مشروعة لأجل منع الظلم عن الناس. الأصل أنه ما تحل عقوبة في المسلم أو الإضرار به، لكن يستثنى هذه الحالة
لأجل منع الظلم، فيعاقبه الحاكم بما يراه رادعا له من حبس أو ضرب أو غير ذلك. فإن أبى مع هذا، أبى أن يسدد بعد التعزير، تدخل الحاكم فباع ما له وسدد من ديون، الحاكم يتدخل في المرحلة الأخيرة إذا لم تبدي العقوبة ولا السجن، وصار يتهرب ويروح ويسافر ويختفي في البلد، الحاكم يتدخل حينئذ، يتركه يسدله، يتدخل ويبيع من ماله ويسدد ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. فهذا الحديث فيه تحريم المماطلة من الغني عند حلول الدين والمطالبة به، وفيه أن المماطلة ظلم، أن المماطلة ظلم للناس، وفيه أن المماطل يعاقب، أن المماطل يشتكى ويتكلم في عرضه وهو غائب ويعاقب من قبل الحاكم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا في المفلس. أصيب رجل في ثمار ابتاعه، ثمار اشتراها على رؤوس النخل، كما سبق أنه يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل بعد بدو الصلاح، وإذا أصابتها جائحة، آفة سماوية وتلفت على رؤوس النخل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال: بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق، كما سبق هذا. وهذا الرجل لما أصيب في الثمار التي ابتاعها كثرت ديونه ولم يكن عنده تسديد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه، تبرع له من قبل المحسنين، فتبرعوا ولكن لم يصل المجموع إلى سداد ما عليه من الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذا الحديث كما سبق يتعارض مع وضع الجوائح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وبه أخذ من يرى أن الجوائح لا توضع، قالوا لو كانت توضع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه. والجواب كما سبق أنه ما في دليل على أن التصدق عليه من أجل الجوائح، وإنما من أجل أنه فقير، من أجل أنه فقير ومفلس، ما هو من أجل، وليس الحديث ما يدل على أن هذه الديون كلها بسبب الجوائح، قد يكون عليه ديون غير الجوائح حاطت به، فله بصريح هذا. والحديث الأول صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال: بما يستحل أحدكم مال أخيه. فالجمع هو أن يقال هذا الحديث لا يتعين فيه أن التصدق على هذا الرجل من أجل الجوائح، لأن الجوائح موضوع، ولكن هذا يدل على أن عليه ديون غير الجوائح. والشاهد من الحديث في آخره حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذلك، فدل على أن المعسر يخلى سبيله، المعسر يخلى سبيله، بخلاف الغني فقد سبق أن مطله يحل عرضه وعقوبته، أما المفلس فهذا لا، ليس له ذنب ولا ظلم، لأنه معذور بالإفلاس والعسرة فيخلى سبيله. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني تسامحوه هو خير، وإن انتظرتم إلى اليسر فهذا لكم لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لكم إلا ذلك،
لأنهم طالبوا ببيع الشخص، وهذا كانوا في الجاهلية إذا أعسر الإنسان عليه ديون باعوه، باعوا المدين واسترقوه وأخذوا ثمنه لديونهم. النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا، منع هذا وقال ليس لكم إلا ذلك، إلا ما وجدت. فدل على أن المعسر يخلى سبيله. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وهذا فيه رد على أهل الجاهلية ورد على البنوك الربوية المعاصرة التي تضاعف الدين عند حلول الأجل، إذا لم يسدد ضاعفوا عليه الدين وحملوه زيادة. فهذا الحديث يرد عليهم مع الآية، مع قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، ولا يحمل زيادة ديون، هو عجز عن الديون الماضية وتحملون ديون جديدة، هذا ظلم وحرام. فالمعسر يجب إنظاره، ولا يجوز قلب الدين عليه، تحميله ما لا ذنب له فيه، هذا ظلم والعياذ بالله. ليس لكم إلا ذلك، ليس لكم أن تقلبوا الدين عليه، ليس لكم أن تبيعوه كما كان يفعل في الجاهلية، ليس لكم أن تحبسوه يسجن. المعسر ما يسجن، إذا ثبتت عثرته ما يسجن، خلى سبيله. نعم. فليس لكم سجنه، ليس لكم عقوبته، ليس لكم أن تقلبوا عليه الدين، ليس لكم أن تبيعوه بشخصه كما هو يكون رقيقا كما كان هذا موجودا في الجاهلية. وهذا من يسر هذا الدين وسماحة هذا الدين، أنه سبحانه وتعالى خفف عن المعسرين لأنهم معذورون، ولا يجوز أن يجمع عليهم بين العسرة والظلم، تحميل الديون عليهم حتى تتراكم تصير أضعافا مضاعفة والعياذ بالله، كما كان هذا في الجاهلية. وفي هذا العصر من البنوك الربوية ومن بعض الأفراد أيضا، بعض الأفراد الذين لا يخافون الله يعملون هذا العمل. نعم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرسانه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل، صحابي الجليل فقيه الصحابة رضي الله عنه، أصابته ديون أثقلته وطالب الغرماء بحقوقهم، وعنده شيء من المال، عنده شيء من المال أقل من ديونه، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من المال وسدد عنه للغرماء. فهذا فيه دليل على أن الحاكم يتدخل، أول شيء فيه دليل على الحجر على المفلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ أن يتصرف في هذه الأموال التي عنده، حجر عليه يعني منعه من التصرف فيها، هذا فيه دليل على الحجر على المفلس. والمسألة الثانية فيه أن الحاكم ينوب عنه فيبيع ما عنده من المال ويسدد ديون الغرماء. فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عند معاذ رضي الله عنه ولم يبق عنده شيء، ثم بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن معلما وقاضيا وداعيا إلى الله عز وجل، فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذه الواقعة، ولما أصابته الديون وحجر عليه وبيع ما عنده وضاقت عليه الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم لطف به ورحمه فبعثه إلى اليمن جبرا لما أصابه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق
وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصحح ابن خزيمة هذا الحديث النوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على القاصر، الحجر على القاصر في السن الذي دون البلوغ، وكذلك الحجر على السفيه، قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، سماها أموال الأولياء لأجل المحافظة عليهم، فكما يحافظون على أموالهم يحافظون على أموال القصار، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. متى يزول الحجر عن الصغير؟ يزول الحجر عن الصغير بشرطين، الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني أن يكون رشيدا إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. الشرط الأول في قوله إذا بلغوا النكاح، هذا شرط، والشرط الثاني وآنستم منهم رشدا، يخرج السفيه الذي بلغ وهو سفيه لا يحسن التصرف في الأموال، هذا ما يسلم إليه مال ولو بلغ حتى يصير رشيدا، ولو بلغ عشرات السنين يحجر عليه. لما كان أحد الشرطين في دفع المال للقاصر بلوغه، بلوغ سن الرشد، فبماذا يبلغ؟ ما الذي يعرف به بلوغ الصغير؟ بلوغ الصغير يحصل بعلامات، إذا حصلت واحدة منها حكم ببلوغ. العلامة الأولى الاحتلام، الاحتلام إذا احتلم الصغير يعني في النوم وأنزل، رأى أنه جامع وأنزل في النوم خرج منه مني، فهذا احتلام يدل على رشده، على بلوغه، يدل على بلوغه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحتلم. والاحتلام معروف الرؤية التي يحصل بها إنزال، يرى الإنسان أنه جامع امرأة فينزل، هذا علامة على بلوغه، إنزال المني من الذكر ومن الأنثى أيضا، هذه واحدة. وهذا قد يحصل في سن العاشرة بالنسبة للذكر، ويحصل بالسن التاسعة بالنسبة للأنثى، الإنزال والاحتلام يحصل في سن مبكر. العلامة الثانية الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبر، الشعر الخشن أو أي شعر، الشعر الخشن حول القبول، وهو ما يسمى بالعانة، فإذا نبت للإنسان شعر حول قبله رجلا أو امرأة هذا علامة على البلوغ. والدليل حديث عطية القرظي الذي سيأتي إن شاء الله، فإذا أنبت الغلام حول قبله شعرا خشنا هذا علامة على بلوغه. العلامة الثالثة إذا لم يحصل احتلام ولم يحصل إنبات، فبالسن إذا بلغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة فإنه قد بلغ سن الرشد. والدليل حديث ابن عمر على الذي سمعتم قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد، غزوة أحد التي حصلت عند الجبل، جبل أحد الذي يقع شمال المدينة بين المسلمين وبين الكفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجند للجهاد من المسلمين، عرض عليه ابن عمر للتجنيد، عرض عليه ابن عمر للتجنيد وحمل السلاح فلم يجزه، يعني لم يسمح له بالجهاد. وش السبب؟ جاء في الرواه ولم يرني بلغت، ولم يرني بلغت، لأن الجهاد إنما يجب على البالغ، أما الصبي فلا يجب عليه جهاد ولا تجب عليه تكاليف شرعية حتى يبلغ،
والجهاد من جملة التكاليف الشرعية، ويجب على الأعيان إذا حاصر البلد عدو، يجب على الأعيان كل من يطيق حمل السلاح فإنه يجب عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض شباب المسلمين وجد ابن عمر ما بعد بلغ فأعفاه من الجهاد. وعرضت عليه عام الخندق، عام الخندق عام أحد، هذا في السنة الثالثة، في شوال من السنة الثالثة، هذه وقعة أحد، والخندق بعدها في السنة الرابعة في شوال أيضا، بينهما سنة، بينهما سنة. والخندق يسمى غزوة الأحزاب، لأن العرب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا وحاصروا المدينة، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة يتترس به المسلمون ويمنع الكفار من تجاوزه إلى المدينة، وكان هذا بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فنفع الله بهذا الخندق نفعا عظيما، ولما رآه المشركون قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها، فنفع الله بهذا الخندق وحمى به المسلمين إلى أن رد الله الأحزاب كما ذكر الله جل وعلا. لكن بعد ما أصاب المسلمين من الابتلاء والامتحان، العدو من خارج المدينة واليهود والمنافقون من داخل المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حصل بالمسلمين ضائقة. ثم إن الله جل وعلا أرسل ريحا وجنودا من جنوده فهزم الكفار وأصابهم الرعب ورجعوا خاسئين، ورد الله الذين كفروا بغيظ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا أولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لما حصل الابتلاء والامتحان وحصل الصدق من المسلمين وظهرت النتيجة وتبين النفاق وتبين خيانة اليهود، الله جل وعلا رد الأعداء بجند من جنده سبحانه وتعالى. الشاهد أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق فأجازه، أجازه ورأى أنه قد بلغ، وبين الخندق وبين أحد سنة، فيكون يوم يعرض عام أحد ابن 14 كما في الحديث ابن 14، وفي عام الخندق صار ابن 15، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله السلاح. فهذا دليل على أن سن البلوغ 15 سنة. إذن فتكون علامات البلوغ بالنسبة للذكر ثلاث: الإنزال، إنبات الشعر الخشن، بلوغ 15 سنة. هذا بالنسبة للذكر والأنثى. تزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض، إذا حاضت الجارية بلغت، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض، أي من بلغت سن الحيض بغير خمار، فإذا حاضت الجارية فقد بلغت، هذه علامة رابعة بالنسبة للجارية. نعم. وعن عطية القرضي رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر، نعم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق صريح، على صريح بأن سن البلوغ 15 سنة، لأنه رده في الأول
لما كان دون 15 سنة وأجازه في العرضة الثانية، دل على أن سن البلوغ 15 سنة. نعم. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت. وبين الخندق وبين أحد سنة، إذا أضفت سنة إلى 14 سنة صارت المجموع 15 سنة، هذا واضح. نعم. وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط الشيخين. هذا عطية القرظي رضي الله عنه نسبة إلى بني قريظة من اليهود، بنو قريظة ممن عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدفاع عن المدينة وأن لا يقوموا، فلما جاءت الأحزاب خانوا العهد ونكذوا وانضموا إلى الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت غزوة الأحزاب ورد الله الكفار بغيظهم لم ينالوا خيرا، أمر الله رسوله أن يغزو بني قريظة في منازله خارج المدينة، أمره الله أن يغزو وأن لا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظة الذين خانوا الله ورسوله. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في حصونهم، وفي النهاية قبلوا التحكيم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم تعيين من يحكم فيهم، فعينوا سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، حكم فيهم بهذا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، أي من فوق 7 سماوات. فلما أرادوا أن ينفذوا الحكم الذي جرى لرضا الطرفين، أرادوا أن ينفذوا الحكم، بماذا يعرفون البالغ من غيره؟ البالغ هذا من المقاتلة، والذي دون البلوغ هذا ليس من المقاتلة، لماذا يعرفون؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن مؤتزرهم يعني من الشباب، فمن وجد قد أنبت فإنه يكون من الرجال يقتل تنفيذا للحكم، ومن وجد لم ينبت فإنه لا يقتل لأنه من الصبيان. وكان عطية من الصنف الثاني الذين لم ينبتوا فلم يقتل وصار من السبي، ثم من الله عليه بالإسلام وأسلم. الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الإنبات حول القبول أنه علامة على البلوغ، هذا هو محل الشاهد من الحديث. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه أنه لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، هذه الرواية الأولى، وهذه يمكن حملها على أنه لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه، لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه. لكن الرواية الثانية أنها لا تعطي ولا تتصرف في مالها إذا ملك عصمتها إلا بإذن زوجها، هذه هي المشكلة. فهل المرأة يحجر عليها في مالها ولا تتصرف إلا بإذن زوجها؟ هذا ما يفيد ظاهر الرواية الثانية، ولكن الله جل وعلا أعطى النساء حقوقهن، أعطاهن الميراث، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن،
أعطاهن الميراث وملكهن الميراث، وأباح للمرأة أن تكتسب من الوجوه الحلال مثل الرجل، وحرم أن يؤخذ شيء من مالها إلا بإذنها مثل الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هي تدخل في عموم الحديث، تدخل في عموم الحديث. أيضا هناك ما هو صريح بأنها تتصرف ولو لم يأذن زوجها، وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة، حينما أمر النساء بالصدقة فقال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل النار، فجعلنا يتصدقن من حليهن في المكان، في نفس المكان، ولم يستأذن أزواجهن. فهذا دليل على أن المرأة تتصرف في مالها، تتصرف في مالها، تتصدق منه وتهدي منه وتبيع وتشتري. الله جل وعلا يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوهن أجورهن فإن طبن لكم، آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلم يبح شيئا من صداقها إلا إذا طابت نفسه. فالأدلة الصحيحة الكثيرة تدل على أن المرأة تتصرف في مالها إذا كانت رشيدة، إذا كانت بالغة رشيدة تتصرف في مالها، وليس للرجل لزوجها أن يمنعها. وأما حديث هذا الحديث الذي سمعنا، قالوا هو محمول على حسن العشرة، يعني ينبغي له ويجوز لها أنها تتصرف في مالها وتتصدق منه تعطي منه، هذا يجوز، لكن من باب حسن العشرة أنها تستشير زوجها، تستشير زوجها لأجل تطيب خاطره فقط. هذا ما يكمل عليه الحديث، نعم، جمعا بينه وبين الأدلة الكثيرة التي هي أصح منه، تدل على أن المرأة لها حرية التصرف في مالها ولو لم يأذن زوجها، نعم. وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة تحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. المسألة سؤال الناس أموالهم، وسؤال الناس أموالهم ذلة واحتياج إلى المخلوق، وفيه نقص في التوكل على الله وذلة في سؤال الناس. المسألة لا تجوز، الأصل أن المسألة لا تجوز إلا لأحد ثلاثة كما في هذا الحديث، لأحد ثلاثة فقط. الأول: رجل تحمل حمالة، يعني غرم غرامة لإصلاح ذات البين، يصلح بين القبائل أو بين أفراد، وتحمل من أجل ذلك غرامة مالية من أجل الصلح بين الناس، فهذا يساعد من الزكاة، يساعد من الزكاة، قوله تعالى: والغارمين، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، ما يترك يحمل الغرامة من ماله، لأن هذا يسبب أن الناس ما يتدخلون في الصلح، إذا لم يساعدوا ولم يعانوا ما يتدخلون في الصلح، ينسد باب الصلح، فيعانون من الزكاة ولو كانوا أغنيا، ولا يتركون يتحملون الغرامة من أموالهم، أنهم أهل الخير وأهل الإحسان، يجب مساعدتهم، فهذا تحل له المسألة، لأن الأصل أن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه تحمل حمالة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أصل سبب الحديث هو هذا، أن قبيصة تحمل حمالة
فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم رجل تحمل حمالة فيعطى هذه الحمالة إما من التبرع وإما من الزكاة، يحق بالزكاة والغارمين، هذا هو الغارم لإصلاح ذات البيت، هذا واجب ولا حرج عليه أن يسأل الناس ما يسدد هذه الغرامة، لأن ما يبيها يبيها لأجل الإصلاح بين الناس. الثاني رجل غني، رجل غني لكن أصابته جاهل سبب الله اللي راه الناس ساحة مال حريق ولا غرق ولا صاعقة ولا أي آفة سماوية أتلفت ماله، الناس يشاهدون هذا فأصبح فقيرا، بعد أن كان غنيا أصبح فقيرا بسبب ظاهر يراه الناس، هذا ما يحتاج إلى إقامة بينة، هذا يجوز له السؤال حتى يصيب سدادا من عيشة، يعني يحصل من المسألة على قدر ما يقضي حاجته الضرورية ثم يتوقف عن المسألة. الثالث رجل غني معروف بالغنى لكن أصابته فاقة أفلس وأعسى، الناس يعرفون أنه غني وأصابه سبب خفي ما يدري عنه الناس فصار فقيرا، هذا لا، هذا ما يعطى إلا إذا أقام ثلاثة شهود، شهود العسرة يسمون شهود العسرة، ثلاثة من ذوي الحجة يعني من ذوي العقول، عقب الناس العاجلين والناس المستدعين أو المتعاطفين من غير، لا، هالعقول وهالغزالة يشهدون إن هذا الرجل أصابته فاقة فيعطى من الحجة وتحل له المسألة، يجوز يسأل الناس حتى يصيب ما يمشي حاله بالضرورة، هذا هو الذي يظهر المصنف ساق الحديث من أجله، لما سبق أن المعسر يخلى سبيله فلا بد من إثبات العسرة، والعسرة لا تثبت إلا بثلاثة شهور، إثبات شهود العسرة ثلاثة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. فضيلة الشيخ، إذا كان المفلس عنده مال قليل لا يكفيه إلا في حاجاته الضرورية فهل يحجر عليه؟ اللي ما عنده ما يكفي حاجة هذا معسر، يسمى بالمعسر، ما يسمى مفلس، هذا يسمى معسر ولا يحجر عليه، وش يحجر عليه؟ ما عنده شيء. فضيلة الشيخ، بعت سيارة بالتقسيط على رجل ولكنه لم يسدد ولا قسط مماطلة منه، ثم باع السيارة على آخر ومسحت السيارة من الرجل المباعة عليه، هذا صحيح؟ هذا تراجع المحكمة، هذا تنظر فيه المحكمة، هذا كلام لكن ما ندري عن كلامه، لازم من المراجعة المحكمة. فضيلة الشيخ، شخص عليه دين ويملك منزلا ومزرعة يسكنه وذريته، فهل يعد مفلسا؟ وما الحكم إذا شهد له شاهدان بأنه معسر وهو يملك ما ذكر؟ إذا كان ما عنده إلا بيت السكن هذا ضرور من الضروريات، هذا يعتبر ما عنده شيء، بيت السكن والكسوة والنفقة والسيارة التي يركبها ويحمل عليها، هذا كله ما يعتبر من المال الذي يأخذه الغرماء، هذه ضروريات ما يأخذونها، ما يأخذونها الغرماء. نعم، فهو يعتبر معسرا إلا إذا كان هذا البيت كبيرا زائدا عن حاجته كبيرة، هذا لا،
المعسر يسكن في أقل ما يمكن أنه يسكن، ولا يسكن في قصور، ما يسكن في قصور وفي مروج خضر وفي ويقول هذا سكن، لا، يسكن بما يليق بالفقراء، وما زاد عن ذلك إنه يباع ويسدد الغرم. نعم.